شارك الآن بجائزة الحوار الوطني، الجائزة الوطنية لتشجيع الأفراد على الإبداع في تحقيق الأعمال التي تعزز قيم التسامح والتعايش والتلاحم الوطني. تمنح الجائزة للأعمال المتميزة والمبتكرة التي قام بها مواطنون ملهمون من المجتمع وأسهموا من خلالها بشكل فعال في تعزيز التعايش والتسامح والتلاحم الوطني، مثل الأوراق البحثية والدراسات العلمية لتعايش المجتمع، رسومات تحارب العنصرية، أفلام وقصائد تعزز التلاحم الوطني، مشاريع غيرت وطورت التعايش المجتمعي، مبادرات فردية وتطوعية لدعم التسامح بالمجتمع. قيمنا تجمعنا. تلاحم، تسامح، تعايش.